Hello everybody, hello grade 6. Today we'll study the math revision for grade 6. النهاردة إن شاء الله هناخد مراجعة من نماذج المعاصر اختبار شهر إبريل. ما تنساش روابط المراجعات السابقة إن شاء الله هتلاقيها أسفل الفيديو. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين إن الأسئلة كلها multiple choice، يفضل إنك تحل السؤال الأول وبعدين تختار الإجابة الصحيحة، وبعض الأسئلة بتتحل mental math وبتتحل مباشرة. Number 1 بيقول لي the additive inverse of the number negative 4 raised to the power 0. احنا اخدنا ان اي number يا مستر raised to the power 0 يبقى الفاليو بتاعته ب 1. طب هو بيسأل على ال additive inverse يعني ال opposite، يبقى ال opposite عندي هيكون negative 1، يبقى ال correct answer هتكون عندك B. Next مديني يا مستر pattern 2 4 8 16. ملاحظين ان هو بيعمل multiplying by 2، يعني ال missing number عشان تجيبه يا مستر او ال missing term علشان تجيبه هتقول 16 times 2 يبقى على طول هيديك 32، يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون C. Next بسألك على رول من الرولز بتاعت الباورز او الاكسبوننت 3 raised to the power 7 divided by 3 raised to the power 4. كلنا عارفين هنحط البيس زي ما هي وبعد كده نعمل subtract للباورز 7 minus 4 equals 3، يبقى الناتج عندي هيكون 3 cubed. لو سألك على الفاليو in the simplest form هتقول 27، يبقى الانسر عندك هتكون B. نمبر 5 بيقول لي if the lateral surface area of a cuboid 120 square centimeter، ومديني كمان ال perimeter of the base اللي هو 20، عايز يحسب ال height. طبعا كلنا عارفين ان ال lateral surface area يا مستر equals ال perimeter times ال height، يبقى معنى كده علشان تجيب يا مستر ال height اللي هو طالبه هتعمل division، يعني هتقول له 120 divided by 20. بكل سهولة dividing by 10 هنلاحظ ان احنا عندنا 2 and 12، 12 is divisible by 2 equals 6، يبقى ال correct answer عندك هتكون B. جملة سهلة ومباشرة. Number 6 بيقول لي if the circumference of the circle 88 centimeter، عايز يحسب ال area. السؤال ده مهم جدا، لو اداك ال circumference ازاي تحسب ال area؟ الاول عشان نحسب ال area احنا عارفين ال rule by r squared، يبقى لازم يكون عندنا ال r. هبدا اجيب الار منين يا مستر؟ من السيركمفيرنس. هجيب الدي الاول وبعدين اعمل ديفايدد باي 2 عشان اجيب الار. يبقى مستر السيركمفيرنس اصلا ايكوالز وات مستر؟ ايكوالز دي تايمز باي، ده السيركمفيرنس، ده الرول. يبقى علشان تجيب الدي جاست ديفايد ذا سيركمفيرنس باي باي، والباي عندي ب 22 اوفر 7. يبقى انا هكتب له كالاتي، هقول له 88 ديفايدد باي 22 اوفر 7 عشان اجيب الدي. يا مستر 88 divided by 22 over 7 بقدر اكتبها 88 times reciprocal بتاع 22 over 7 هو 7 over 22. كلنا عارفين ان 88 is divisible by 22 equals 4، لو مش عارف استخدم الكالكوليتر. 4 times 7 equals 28، يبقى خلاص انت طلعت كده الديامتر ب 28، تقدر تستنتج على طول ان الراديوس is half diameter، يعني نص 28 دي يا مستر 14. خلاص تقدر تحسب الاريا يا مستر الار ب 14، يبقى عشان تجيب الاريا هتقول له كده باي ار سكويرد، يعني هتكتب له 22 اوفر 7 تايمز 14 تايمز 14، ممكن تكتبها 196 مفيش مشكله. طيب يا مستر انا عملتها 14 تايمز 14 ليه؟ عشان اسهل عليا موضوع السمبليفاي. ال 14 از ديفيزبل باي 7 ايكوالز 2، يبقى أصبحت يا مستر 2 times 22 times 14، 2 times 22 دي 44، وبعدين times 14. ممكن تجيبها بالكالكوليتر مفيش مشكلة، لو مش عارف هتعمل يا مستر اللونج مالتبليكيشن اللي احنا تعودنا عليه. 4 times 4 16، 4 times 4 16 plus 1 17، write 0 in one's place 1 times 44 44، وبعد كده تعمل adding عادي جدا. 6 7 plus 4 11 بقت 2، 2 plus 4 equals 6، يبقى مستر هتطلع لي 616. Next number 7 the area of the opposite figure، انا عايز اجيب برضو الاريا بتاعت يا مستر مين؟ السيركل. اول حاجة تسأل نفسك عليها يا مستر انا عايز الارك، هو مديك هنا الديامتر ب 5، يبقى الار ب 2.5 الهاف على 2. يبقى كل اللي انت هتعمله يا مستر هتقول باي ار سكويرد، الباي ب 3.14 times ال r squared بكام يا مستر؟ 2.5 times 2.5، طبعا هتديك 625 وهتحط البوينت هنا، طبعا انا حافظها لكن انت هتستخدم الكالكوليتر. بعد ما تستخدم الكالكوليتر يا مستر هتبدا تجيب ال area.
طبعا انا مش حافظها الصراحة، فانت هتضربهم 3.14 times 6.25 وهتختار لي الانسر، وسيب الاجابة في التعليقات مفيش مشكلة. next model بيقول لي 6 2 negative 2. طبعا هو بيسألك على باترن اخدناه من الاول خالص، ال 6 بقت 2 يبقى هو عمل ايه يا مستر؟ هو عمل subtract 4. 6 minus 4 equals 2، بالدليل لما تقول له 2 minus 4 دي هتديك negative 2 اخدناها قبل كده. طب معنى كده عشان تجيب الميسنج هتقول له negative 2 minus 4، كلنا عارفينها معناها negative 2 plus negative 4 مهمة جدا، يبقى equals negative 6، يبقى الميسنج تيرم هنا هيكون negative 6، يبقى الانسر عندك هتكون دي. number 2 عايز يحسب الفاليو، دي متكررة معانا كتير يا مستر. الباور هنا او الاكسبوننت 8 even والباور هنا اود، معنى كده ان الناتج هنا لازم يطلع بوزيتيف، يعني بوزيتيف 1 بلس يا مستر. طب هنا اود يبقى هيطلع نيجاتيف 1، واحنا واخدين اني نمبر بلس اتس اوبوزيت ايكوالز وات ايكوالز 0، يبقى الانسر ايكوالز 0. بعض الناس تقول لك الانسر 2، طبعا غلط. طب امتى يبقى 2؟ لو الباور 9 ده يا مستر ايفن، يعني لو ال 9 دي كانت 10 او كانت 4 او كانت 6 طبعا هتديك 2. خد بالك بقى من نمبر 3 يا مستر، مديني اكسبريشن وعايز يعمل سمبليفاي. اول حاجه هتطبق الرول بتاع المالتيبليكيشن في الباورز يا مستر فوق، 2 raised to the power 3 times 2 raised to the power 5، يبقى انت هتكتب ال 2 وبعدين تقول له 3 plus 5 8 divided by 2 squared. هطبق بقى الرول بتاع الديفيجن، اكتب ال 2 وبعدين اعمل subtract powers 8 minus 2 equals 6، يبقى 2 raised to the power 6. خد بالك ممكن يجيب لك الفاليو بتاعتها بس هو جايب له الاكسبوننشال 4، يبقى الانسر عندك هتكون دي. next exercise بيقول لي a cube of total surface area 150 square centimeter، هو عايز يحسب ال edge length بكام. خد بالك هو مديك ال total surface area ب 150، يبقى اول حاجة عشان تجيب ال edge length هو بيمثل يا مستر ال side length of the face. طب الفيس عبارة عن ايه؟ عبارة عن square. طب احنا عندنا ال total surface area معناها ان انت عاك ال area ل 6 faces، يبقى كل اللي عليك يا مستر هتقول 150 divided by 6، لما تعملها division هتديك 25، يبقى الاريا بتاعت السكوير عندي 25. يبقى تسأل نفسك what number times itself equals 25، هتلاقيها 5 يا مستر، يبقى ال edge length هنا هيكون 5 سنتيمتر، يبقى الانسر هتكون عندك b. طبعا بعض الناس بتدخل هنا موضوع السكوير روت وكده، بس ده مش علينا ان شاء الله، لسه هناخده السنة اللي جاية بإذن الله. number 5 the surface area of the circle of the radius mister 20 سنتيمتر، هو عايز surface area للسيركل ومديك الradius ب 20 سنتيمتر، وخد بالك ان هو كاتب لك الباي، يعني هو عايزها in terms of باي، يعني الباي دي هتسيبها زي ما هي. طب الرول عندنا ايه؟ الرول عندنا باي ار سكويرد، يعني انت هتعمل squaring بس للradius. طب squaring لل 20 معناها 20 times 20 equals what equals 400، يبقى الانسر عندك هتكون 400 باي. next number 6 the lateral surface area of the cuboid، طب مديني cuboid، طبعا يا مستر هو هيطالب ال lateral surface area، معنى كده ان هو هيديك ال length وال width وال height 3 4 0.6، بس في عندك مشكلة بسيطة ان اليونتس كلها مش واحدة، يعني هنا سنتيمتر هنا سنتيمتر هنا ديسيمتر، يبقى لازم تحولها لسنتيمتر او لديسيمتر مفيش مشكلة. فانا هحول 0.6 لسنتيمتر just multiply by 10 we get 6 سنتيمتر، يبقى خلاص يا مستر. طب ال lateral surface area كلنا فاكرينها، هات ال perimeter of the base وبعدين times the height. انا اعتبر ال double اللي هو 3 و 4 دول 2 dimensions بتوع ال base، يا مستر ال perimeter add length plus width then times 2 4 plus 3 equals 7 7 times 2 equals مستر what 14، يبقى 14 times 6 وهجيبها 6 times 4 equals what equals 24، write 4 and keep 2 6 times 1 6 plus 2 equals 8، يبقى هتطلع معايا 84 square centimeter. لو مش معايا بقى يبقى انا لازم احول السنتيمتر للديسيمتر. طب هل موجودة؟ موجودة، يبقى الكريبت انسر عندك هتكون دي. number 7 بيقول لي in the opposite figure بيقول لي circle M of radius mister 7 سنتيمتر، طبعا is divided into 5 equal circular sectors، يعني قسمها
لـ5 equal parts. مهمة جدا. يقول لي the surface area of one sector. طب دي سهلة خالص، هتجيب التوتال اريا يا مستر وهتستخدم الباي بي 22 اوفر 7. وبعد ما تجيب التوتال اريا عشان تجيب الاريا اوف وان سيركل اور سيكتور يا مستر جاست ديفايد باي 5. طب ليه؟ عشان احنا عندنا 5 سيركلر سيكتورز. طب عشان اجيب الاريا اوف ذا سيركل باي ار سكويرد، الباي ب 22 اوفر 7. طب الار بكام؟ ب 7 سكويرد، يبقى معناها 49. هنعمل ايه؟ سمبليفاي. ديفايد ب 7 ايكوالز 1 ديفايد ب 7 ايكوالز 7. 7 تايمز 22 كلنا حافظينها 154. طيب قول لي عليك انك هتعمل 154 ديفايدد باي 5. انا طبعا ما عنديش كالكليتر، فانا هتصرف 154 ديفايدد باي 5. اقول 15 ديفايدد باي 5 ايكوالز 3. 3 تايمز 5 ايكوالز 15. درو لاين سبتراكت تول بي 0. هنزل ال 4 يا مستر، 4 از ليس ذان 5، هي رايت 0. اند مستر وات وات رايت 0 اند رايت بوينت. So it will be 40 divided by 5 equals 8. 8 times 5 equals 40. سؤال مهم جدا. Draw a line subtracted will be 0. So the area of one sector equals 30.8. يبقى الانسر عندك هتكون دي. واضحة وصريحة. يبقى ما تنساش الخطوة الأولانية انك هتجيب total surface area او surface area لل circle. بعد كده divided by 5. طب ليه؟ لان هو يا مستر جزأ الريجن اللي عندنا اللي هي عبارة عن circle ل 5 مستر ريجنز كلهم ايكوال، اللي هم بنسموهم 5 ايكوال مستر سيركيولر سيكتورز، درسناها في الترم الاول. نيكست اكسرسايز بيقول لي 3 كيوبد بلس 3. خد بالك بقى 3 كيوبد بلس 3 يفضل انك تجيب الفاليو بتاعت كل واحده، دي مش تايمز علشان تعملها 3 ريز تو ذا باور 4. خد بالك من الحته دي مهمه جدا، لو تايمز كنت هتختار الاي، لكن هنا 3 كيوبد دي ب 27 وبعدين بلس 3 equals what equals 30. يبقى كل الناس تغلط تختار الاي، طبعا الاي خطا مش صح، يبقى الانسر عندك هتكون سي. نيكست نمبر 2 1 اوفر 2 1 اوفر 4 1 اوفر 8 1 اوفر 16. طبعا الثابت عندنا 1. طب هنا 2 4 8 يبقى تايمز 2، يبقى هو بيعمل تايمز 1/2. عايز تثبت اللي فوق مفيش مشكله وتعمل تايمز 2 في الدينومينيتور مفيش مشكله، يبقى 1 اوفر 32. سهلة جدا، يبقى الانسر عندك هيكون 1 over 32. خد بالك هو مديك 32 عشان يلخبطك، بس احنا شغالين في fractions. 4 squared دي معناها 16. طب ايه ال relation between 16 and 8؟ 16 is greater than 8. So 4 squared is greater than 8. يبقى خد بالك الانسر عندك هتكون B. Number 4 a cubate whose length is 9 cm. اداك ال length وال width وكمان ال height، وطالب مين؟ ال total surface area. دي مهمة جدا، عشان تحسب التوتال سيرفيس اريا لازم تجيب اللاترال سيرفيس اريا. طبعا انا ممكن اجيبها برول بس مش هيكون عليك، لكن الافضل ان انت تستخدم الرولز الموجودة في الكتاب. الرولز الموجودة في الكتاب انك هتجيب اللاترال سيرفيس اريا، دي اول خطوة. طب اللاترال سيرفيس اريا ازاي يا مستر؟ جاست فايند ذا بريمتر تايمز ذا هايت. البريمتر ممكن تجيبه باي يور اي، بعينيك بس. 9 بلس 7 16. 16 تايمز 2 لان هو length plus width times 2. ما تنساش ده الرول بتاع الريكتانجل. 9 plus 7 equals 16. 16 times 2 equals 32. يبقى 32 يا مستر times 10 يبقى اصبح 320. دي على جنب. طيب بعد كده هتبدا الاريا اوف ذا بيس اوف ذا بيس، عشان هنجيب الاريا اوف تو بيسز دلوقتي. الاريا اوف ذا بيس مستر length times width، يعني 9 times 7. 9 times 7 equals 63. يبقى خد بالك بقى عشان تجيب التوتال سيرفيس اريا يبقى هتعمل اللاترال سيرفيس اريا اللي هي 320 بلس مستر اريا اوف ذا تو بيسز، يعني ال 63 دي لسه هتعملها تايمز 2. 2 times 3 6. 2 times 6 equals 12 يبقى بلس 126، وتعمل ادنج وتطلعها 0 plus 6 equals 6. 2 plus 2 equals 4. 3 plus 1 equals 4. So we get double 4 6. يبقى موجود عندي، يبقى الانسر عندك هتكون double 4 6 اللي هي B. Number 5 بيقول لي a circle of diameter length 12 سنتيمتر. هو مديك الدايمتر وعايز يحسب الاريا، يبقى على طول تجيب الريدس لينث هتلاقيه 6 سنتيمتر. طب هو عايز يا مستر الاريا، يبقى كل الحكايه باي ار سكويرد. طب الباي بكام؟ ب 3.14 تايمز وات؟ تايمز 36. طبعا هتجيبها وتختار وتحط لي الاجابه في الكومنتس مفيش مشكله، عشان انا معيش كالكوليتر. نمبر 6 يا مستر if the perimeter of one face of the cube 4 سنتيمتر.
يا مستر البريمتر لفيس واحد بفور سنتيمتر، يبقى انت عشان تجيب السايد لينث اللي هو هيكون ايدج لينث هنا هيبقى ايه؟ هيبقى 4 ديفايدد باي 4، يعني هيطلع ب 1 سنتيمتر. خد بالك من الجمله دي بتغلط كتير، يبقى الايدج لينث ب 1 سنتيمتر. طب هو عايز ايه؟ عايز التوتال سيرفيس اريا، يبقى انت هتجيب ذا اريا اوف 1 فيس تايمز 6. ليه؟ لان احنا عندنا التوتال سيرفيس اريا، عندنا 6 فيسز، اريا اوف 1 فيس معناها 1 تايمز 1. طب 1 تايمز 1 ايكوالز 1 سكوير سنتيمتر. طب اريا او التوتال سيرفيس اريا هتبقى 6 فيسز، يبقى 6 تايمز 1 يبقى الناتج يطلع لك 6 سكوير سنتيمتر. مهمه جدا وبتغلط. نيكست اكسرسايز بيقول لي ذا اريا اوف ذا شيدد بارت. طبعا هو هنا مش مظلل اي بارت يا مستر، هو يقصد الشيدد بارت الجزء اللي موجود في الريكتانجل اللي قدامك ده كده. عشان تجيب الاريا اوف ذا شيدد بارت لازم تجيب يا مستر اول خطوه ذا اريا اوف ذا ريكتانجل، وتاني خطوه ذا اريا اوف ذا سيركل، بعد كده تعمل سبتراكت او تجيب الديفرنس بتوين ذم، هيطلع لك على طول يا مستر الاريا اوف ذا شيدد بارت. بالنسبه للريكتانجل عشان تجيب الاريا يبقى هي لينث تايمز ويدث، كلنا حافظينه، يبقى 16 تايمز 10 ب 160. خد بالك دي الاريا اوف ذا ايه؟ اوف ذا ريكتانجل. عشان تجيب الاريا اوف ذا سيركل يا مستر يو ماست هاف ذا ريدس لينث. طب الريدس لينث مش موجوده عندي، فانت هتتخيل ان احنا رسمنا السيجمنت دي اللي هي هتمثل يا مستر الديامتر بالنسبه للسيركل. السيجمنت دي يا مستر ايكوالز 10 زي دي بالظبط، لان دي برضو موجوده في الريكتانجل، يبقى 10. يبقى اصبح عندي الريدس لينث، انا مش هستخدم ال 10، هستخدم الريدس لينث اللي هي مستر 5 سنتيمتر. يبقى خلاص عشان نجيب الاريا ايكوالز باي ار سكويرد، الباي ب 3.14 وبعدين تايمز 25. يا مستر لما تيجي تعمل 3.14 تايمز 25 هتديك 78.5. يبقى دي يا مستر عبارة عن الاريا اوف ذا سيركل. عشان تجيب الاريا اوف ذا شيدد بارت جاست سبتراكت 78.5 فروم 160. هتضطر تعمل regrouping، الزيرو ده هيبقى 10 ودي هتبقى 9 ودي هتبقى 5. 10 minus 5 equals 5. Bring down the decimal point. 9 minus 8 equals 1. 15 minus 7 equals 8. So we get 81.5. So the correct answer will be C. سهلة جدا وبسيطة، بس هي محتاجة بس شوية شغل منك ويكون معاك كالكوليتر عشان تسهل معاك الحسابات. Next model بيقولي 5 times 5 squared. أنا هكتب ال 5 يا مستر وهنا multiply. هنا ال exponent 1. 1 plus 2 equals 3 يبقى 5 cubed. يبقى الانسر عندك هتكون دي. Next number 2 بيقولي the smallest number from the following is. عشان تعرف the smallest number هنا لازم حضرتك سيادتك تجيب الفاليو لكل واحد. negative 2 cubed دي ب negative 8. طب ليه negative؟ عشان يا مستر ال exponent عندي odd. negative 3 squared دي ب 9 لان ال exponent عندي even. negative 1 raised to the power 15 ال exponent عندي odd يبقى ال value على طول ب negative 1. negative 5 squared equals 25 زي بالظبط negative 3 squared equals 9. طب هو عايز مين؟ هو عايز ال smallest. طب ال smallest يا اما negative 1 يا اما negative 8. خد بالك negative 8 هو ال smallest is smaller than or is less than negative 1. Because negative 8 at the left of negative 1 on the number line. ده الكلام اللي احنا درسناه قبل كده. So the correct answer is A. Next number 3. الباترن ده مشهور جدا. 1 1 2. خد بالك عشان اجيب ال 2 just add the two previous terms. 1 plus 1 equals 2. عشان تجيب ال 5 2 plus 3 equals 5. طب عشان اجيب ال missing number هتقول له 3 plus 5 هتكون طبعا 8. يبقى الـ correct answer عندك هتكون 8. Next بيقول لي the ratio between the total area and the lateral area of the cube. مهمة جدا يا مستر. الـ total area معناها انك انت عندك 6 faces، والـ lateral area معناها انك عندك 4 faces. خد بالك الـ area أو total area is equal to the area of 6 faces، يعني 6 times area of 1 face ودي 4 times area of 1 face. يبقى ال area of 1 face سهلة. يبقى علشان سهلة يعني ايه؟ يعني ثابتة مش هتتغير.
يبقى كأنك بتجيب الريشيو مستر between 6 and 4. 6 and 4 are two even numbers. They are divisible by 2. 6 divided by 2 equals 3. 4 divided by 2 equals 2. الكلام ده احنا خدناه الترم الأول. يبقى 3 to 2 in the simplest form. خد بالك الترتيب مهم. يعني لو جاب لك الـ lateral surface area الأول يبقى أنت كنت هتختار 2 to 3. مهمة جدا. Number 5, if the area of one face of the cube 5 square centimeter. يعني لأن الـ area of one face دي جاهزة. وعايز يطلب الـ total surface area. لسه قايلينها حالا. Just multiply area of one face times 6. يعني هنا هتبقى 6 times 5 equals 30 square centimeter. So the correct answer will be A. Number 6, the area of the opposite figure. The opposite figure اللي عندي ده يا مستر اسمه quadrant. يعني ربع دايرة. يعني مستر هتجيب يا مستر الـ total surface area بالنسبة للسيركل بحالها. بعد كده divided by 4. ده بالنسبة للسيركل by r squared. الـ by بـ 22 over 7 times. طبعا الـ radius length بـ 7. يبقى times 49. هتعمل simplify. هيبقى 7 times 22. اللي هي equals 154 كلنا حفظناه. يبقى أنا هاخد 154 يا مستر وبعدين divided by 4. ليه؟ لأن أنا عندي quadrant. 15 divided by 4 equals what مستر؟ Yes equals 3. 3 times 4 equals 12. Draw a line subtract will be 3. بعد كده bring down 4 it will be 34. 34 divided by 4 مستر it's easy. Equals what مستر؟ Equals 8. 8 times 4 equals 32. The remainder will be 2 over 4. يبقى أصبح عندي 38 and 2 over 4 in the simplest form اللي هي 38 and 1 half. يبقى تقدر تكتبها 38.5. يبقى الكوريكت أنسر عندك هتكون C. 38.5. أنا يهمني هنا ما يهمنيش الكتابة. أنا يهمني هنا تكون عارف أو توصل للإجابة بسرعة لأن دي multiple choice. Number 7, if the circumference of the circle 28 by centimeter. هو هنا مديهولك in terms of by. عايز يحسب الأريا. علشان تحسب الأريا هتجيب الديامتر. الديامتر مستر is equal to what the circumference لسه قايلينها من شوية divided by by. يبقى 28 by divided by by. هتضطر تشطب الباي مع الباي يبقى دي equals 28. قد تكون صعب عليك شوية بس معلش 28 سنتيمتر. يبقى تقدر تجيب الـ radius length هتبقى 14. يا مستر تقدر تجيب الـ area. يبقى الـ area مستر equals what by r squared. يبقى by مستر times الـ r squared. الـ r بـ 14 ده بـ squared بـ 196. يبقى 196 by. طب انت ما عوضتش على الباي ليه؟ لان هو كتبها لي هنا في السؤال اهي. يبقى 196. يبقى الكوريكت انسر طبعا عندك هتكون ايه. يبقى ما تنساش ان احنا ممكن نحسب السيركمفيرنس، ممكن نحسب الاريا يا مستر in terms of باي. يعني ايه in terms of باي؟ يعني مستر don't substitute 3.14 or 22 over 7 for باي. Next exercise بيقول لي 3 cubed plus 3 squared. دي جملة متكررة. هجيب الفاليو بتاعت كل واحدة. 3 cubed equals 27. 3 squared equals 9. 27 plus 9 equals what mister? Yes equals 36. So the correct answer will be D. Next, A raised to the power 12 over A raised to the power 9 times A. أول حاجة هبص يا مستر للدينومينيتور. يبقى هتبقى a raised to the power 12 over a raised to the power what 10. Just subtract حط ال a. خد بالك من الشرط ده مهم جدا. a is not equal 0. 12 minus 10 equals 2. يبقى الانسر عندك هتكون a squared. بعد كده مديني pattern 1 over 4 1 over 2 3 over 4 1. خد بالك من 1 over 4 ل 1 half يبقى add mister 1 over 4. 1 half اللي هي 2 over 4 على فكرة plus 1 over 4 ب 3 over 4 يبقى just add mister 1 over 4. طب 1 plus 1 over 4 دي معناها 1 and 1 over 4. هتبص هنا مش هتلاقيها يا مستر. ده mixed number. We can write it as a fraction. 1 times 4 equals 4 plus 1 equals 5. So we get 5 over 4. So the correct answer will be C. مهمة جدا. لو هو عايز يكتبها لك as a decimal يا مستر هتبقى 1
1.25. طبعا مش موجوده هنا، هو كتب لك 1.75، دي اصلها 1 and 3 over 4 مش الكوريكت انسر دي، لكن الكوريكت انسر عندي هتكون 5 over 4 as a fraction. Circle number 4, a circle with radius مستر 1 سنتيمتر، اللي هو ده الراديوس لينث، عايز يحسب الاريا. طب يا مستر الاريا ايكوال باي ار سكوير، خد بالك هو مديك هنا ان تيرمز اوف باي، يعني باي مستر تايمز 1 سكوير، ال 1 سكوير دي 1 يعني باي تايمز 1 يبقى على طول ايكوالز باي. الاسئله السهله دي بتغلط، يبقى مستر الانسر هنا هتكون عندك باي. Number 5, the sum of each length of a cube 24 centimeter. عشان تجيب ال edge length divided by 12. ليه؟ عشان عندنا مستر 12 edges. So we get 24 divided by 12 equals 2. So 2 centimeter. طيب احنا جبنا ال edge length 2 centimeter. هو عايز ال lateral surface area. هتجيب ال area of one face اللي هي 2 times 2 equals 4. وال lateral surface area مستر 4 faces. يبقى 4 times 4 equals 16. So the correct answer will be C. Next number 6. A cuboid whose total surface area 124 square centimeter. ومديك ال lateral surface area. طب هو عايز ايه؟ The area of its base. البيس واحدة بس. Just subtract 124 minus 100. هتديك 24 square centimeter. خد بالك مش هتختار 24 عشان هتلاقيه جايبها لك. ليه؟ لأن 24 دي يا مستر the area of two bases. لسه divided by 2 يبقى equals 12، يبقى كل واحدة فيهم equals 12 square centimeter. آخر سؤال عندي بيقول لي the area of the opposite figure. الفيجر ده لو انت تخيلته هتلاقيه عندك في الوسط عندك rectangle، وهنا semicircle و semicircle، هما الاتنين هيكونوا circle. يبقى الاريا بتاعت الشكل ده مستر عبارة عن الاريا of the rectangle اللي هي length times width، يعني 12 times 7. 7 times 2 equals 14. 7 times 1 equals 7 plus 1 84. يبقى أول جزء معانا هيكون 84، دي الأريا of the rectangle. تاني جزء هتجيب الأريا of the circle، ودي إحنا حسبناها قبل كده. خد بالك من حاجة مهمة، إن الـ 7 دي يا مستر مش الـ radius length، الـ 7 دي يا مستر هي مستر الـ diameter. يبقى عشان تجيب الـ radius length هتقول له 7 divided by 2 اللي هي تبقى عندك 3.5. انا هستخدم 7 over 2 في الاختصارات، يعني هقول له مستر الباي ب 22 over 7 times 7 over 2 دي 49 over 4، وبعدين اعمل simplify. 49 is divisible by 7 equals 7. 22 and 4 are divisible by 2. مستر divided by 2 equals 2 divided by 2 equals 11. يبقى عندي 11 times 7 divided by 2. 11 times 7 دي 77 يا مستر divided by 2. كلنا عارفين يا مستر 77 divided by 2 equals what؟ You can find it mentally. 7 divided by 2 equals 3. 3 times 2 equals 6. It will be 17. 17 divided by 2 مستر equals 8. والريميندر عندي هيكون 1. يبقى 38 and 1 half. يبقى just مستر add 38 and 1 half. أنا هعمل يا مستر هيكون عندي 1 half هينزل. وهتقول له 4 plus 8 equals 12. Write 2 and carry 1 over 8. It will be 9. 9 plus 3 equals 11. So we get 112 and 1 half. يبقى الكوريكت انسر عندك يا مستر هتكون 112 and 1 half. يبقى just revise this again. 4 plus 8 equals 12. Write 2 and carry 1. 1 over 9 it will be 1 over 8 it will be 9. 9 plus 3 equals 12. يبقى خد بالك دي 12 يعني هتطلع لي 122 and 1 half. خد بالك لما يكون عندك حسابات يبقى الانسر عندك هتكون B اللي هي 122.5. طبعا كلنا عارفين ان 122 and 1 half as a decimal 122.5. لما يكون عندك حسابات ممكن تستخدم الكالكوليتر هتسهل لك حاجات كتير ان شاء الله. بكده يبقى احنا انتهينا من Math Revision Grade 6. نلتقي على خير ان شاء الله. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناه.